ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى فإن تقواه فلاح وصلاح للعبد في الدنيا والآخرة أيها الموحدون عباد الله قبل ما نبدأ يا إخوة بارك الله فيكم الآن مش وقت قراءة قرآن الآن وقت استماع الخطبة ولا وقت لعب الجوال بارك الله فيكم الآن وقت الاستماع للخطبة put away the phones يا إخوة or anything that you're busy with now is the time to listen to the خطبة أيها الموحدون عباد الله جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بالاعتناء بالمساجد من بنائها وتطييبها وتزيينها وعد ذلك من أفضل الأعمال قال الله تبارك وتعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الآيات وأيضا جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ما يشهد لفضل الاعتناء بالمساجد من النظافة والتزيين والتطييب أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد يعني تنظفه فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها يوما فقالوا إنها ماتت فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبرها فدل على قبرها صلى الله عليه وآله وسلم فذهب فصلى عليها وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة
من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور، الدور المقصود به الأحياء والقبائل، وأن تطيب وتنظف. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى على الجميع، أمر ببنائها في الدور في الأحياء وفي القبائل، وأن تنظف وأن تطيب. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم البزاق في المسجد خطيئة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها. We mention, brothers and sisters, to fear Allah subhanahu wa ta'ala, and to acknowledge that the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala has come to ordain and to establish taking care of the masajid, cleansing them, purifying them, and that it is considered one of the best deeds. As Allah ta'ala mentioned in Surah An-Nur, ayat 35 and 36, He says subhanahu wa ta'ala what means and what translates. In the houses of Allah, meaning the masajid, He has ordered subhanahu wa ta'ala for them to be raised, to be honored, to be cleaned. In them His name is mentioned. In them His name is remembered. We mentioned the hadith that is agreed upon under the authority of Abi Hurairah radiallahu anhu. He mentioned that there used to be a black woman who used to clean the masjid. One day the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked about her. He didn't see her. They said, Ya Rasulullah, she has passed away. She has died. Upon this he said to them sallallahu alaihi wasallam, why did you not inform me about this? He asked where she was buried and he went sallallahu alaihi wasallam to her grave and offered funeral prayer, the janazah. This hadith is agreed upon. And it shows the importance of those who cleanse and purify the masajid. And also under the authority of the mother of the believers, Aisha radiallahu anha, she said the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam ordered that we build masajid in the neighborhoods and between the tribes, and that they are cleansed and purified and cleaned. And this hadith is collected by Abi Dawood, At-Tirmidhi and Ibn Majah, and authenticated by Al-Albani, may Allah ta'ala be pleased with them all. That's why the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam considered spitting in the masjid as a sin. Under the authority of Anas, may Allah ta'ala be pleased with him, he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, spitting in the masjid is a sin, and the expiation for it is to bury it. And this hadith is agreed upon by Bukhari and Muslim. ومن تطييب المساجد وتزيينها الحث على أو النهي عن إتيانها بعد أكل البصل أو الثوم أو ما له رائحة كريهة يؤذي الناس. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل البصل أو الثوم فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وعن جابر أيضا رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم. وهذا الحديث في البخاري ومسلم أيضا فيه نهي واضح منه عليه الصلاة والسلام من إتيان المسجد بتلك الرائحة، والعلة في ذلك لأنه يؤذي الناس ويؤذي الملائكة عليهم السلام. We said that's why you see in the Sharia, it is forbidden for a person to come who is reeking from the smell of raw onions and garlic or leek. Under the authority of Jabir radiallahu ta'ala anhu, he said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, he who eats onions or garlic should stay away from us, or stay away from our masjid and stay at home, sit in his house. This hadith is agreed upon.
In another hadith also reported by Jabir radiallahu anhu, he said, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever eats garlic, onions or leek, he should stay away from our masjid. For the malaika, the angels, are harmed by whatever harms mankind. This hadith also is agreed upon by Bukhari and Muslim. It shows that anything that harms the Muslimin, anything that causes harm for them, is forbidden. في صحيح مسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر السبب يا إخوة في أكلهم للبصل والثوم. ذكر رضي الله تعالى عنهم في أيام خيبر أن الناس وقعوا في تلك البقلة يعني الثوم وكانوا جياع. قال فأكلنا منها أكلا شديدا. الناس كانوا في سفر, كانوا جياع, ما وجدوا إلا الثوم. قال فأكلنا منه أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا الريح يعني رائحة الثوم. فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا, فلا يقربن مسجدنا. انظروا يا إخوة, كانوا في جوع وفي سفر وما وجدوا إلا الثوم, مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن حضور الجماعة وعن إتيان المساجد لأن في ذلك أذية للمسلمين. There's a story behind eating the garlic and the onions, the raw garlic and the onions. Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه mentioned in the hadith that is collected by Imam Muslim. He says that they were on a journey when they went to conquer Khaybar. And he said the people were very hungry. They only found garlic, the plant of garlic. That's the only thing they found to eat. And they ate from it a lot, in abundance. And then they went to the masjid. The Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam smelled that foul smell of garlic. Upon this he said sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, whoever eats from this repugnant tree or plant should not come to the masjid. وليس المقصود يا إخوة أن الذي يأكل من هذه الشجرة يأكل نيئا البصل أو الثوم أو الكراث أن هذا عذر له لا يأتي الجماعة وأن هذا سبب لأن يجلس في البيت ولا يأتي إلى المسجد يصلي مع المسلمين, بل هذا كما ذكر العلماء من باب العقوبات. ولذلك ينبغي أن يطرد من المسجد من يأكل البصل أو الثوم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس على المنبر وقال يا أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم, وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد من الرجل رائحة الثوم أو البصل أمر به فأخرج إلى البقيع ونهى قال لا تأكلوهما حتى تميتوها في الطبخ أو كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أمر بإخراجه إلى البقيع برا المسجد حتى لا يؤذي المسلمين. ولعل الكل يعرف يا إخوة وشاهد, إذا صلى بجانبك رجل تخرج منه هذه الرائحة ذهب الخشوع من الصلاة وأصبحت تتحرك لا تدري ركع الإمام أم سجد, ما تدري ماذا قلت. We said, ya ikhwa, for a person to stay at home and not to come to the masjid is not an excuse for you not to attend jama'ah and to attend the congregation with the Muslimin. Rather, as the fuqaha and the scholars mentioned, rahimahullah ta'ala, this is a punishment for you. Therefore, they say whoever comes to the masjid reeking of garlic or onions should be kicked out of the masjid. The proof for this is the hadith collected by Imam Muslim. The chief of believers, Umar radiallahu anhu, was delivering a khutbah. In it he said, O people, you eat from these two repugnant plants, garlic and onions. And I heard, and I saw the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. If he would find the smell of them upon a person, he would order the people to remove him out to the area of al-Baqiyah. He will be kicked out of the masjid. This hadith is collected by Imam Muslim. All of this, ya ikhwa, is to show the importance of respecting the masajid. Respecting the masajid. And not to harm your Muslim brothers in the masjid during congregation.
Because in salah, ya ikhwa, a person has to focus and concentrate. His heart has to be completely into the salah. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه نجعل ما نقول حجة لنا لا علينا أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأحبة، ذكر الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى، منهم الحافظ بن حجر، أن النباتات من البقول التي لها رائحة كريهة مثل الفجر وغيره يقاس على البصل والثوم والكراث، فكل ما كانت له رائحة كريهة يقاس على البصل والثوم. وذكر أيضا الإمام المازري رحمه الله تعالى عن ابن الملقن أن الفقهاء أيضا قاسوا ذلك على أصحاب الصناعات والمصانع الذين يأتون إلى المسجد ولهم رائحة مثل السماك وغيره الذي يبيع السمك، أو من كانت له مهنة أن هذا لا يحضر المسجد والجماعة على تلك الحال، ولا بد أن يأتي إلى المسجد وقد تطيب وتنظف وتزين للجماعة. ويقاس على ذلك أيضا أيها الأحبة كل ما كان يؤذي الناس من رائحة الجوارب الكريهة، أو ما كان يؤذي الناس من روائح، كل هذا يقاس عليه. فالمسلم عليه يتقي الله تبارك وتعالى إذا حضر المسجد، إذا حضر الجماعة، لا يؤذي إخوانه، يعظم هذه المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، يعرف قدرها. We also mentioned, يا إخوة, that the فقهاء, the scholars رحمهم الله تعالى, like Ibn Hajar العسقلاني رحمه الله, he says, any of the legumes, the buqul, they have an awful smell or a foul smell, such as the radish or anything similar to that that has an awful smell, has the same ruling as garlic or leek or onions. Same ruling. Also, Imam al-Maziri, rahimahullah ta'ala, mentioned, also those who have occupations, such as a person who sells fish or the likes of these people, who have, you know, who deal with awful smells on a daily basis, these people cannot come to the masjid in that condition. Rather, they should purify themselves, take a bath, cleanse themselves, and come to the masjid. We said similar also in ruling, people who have dirty socks and smelly socks, anything, ya ikhwa, that harms the Muslimin, person should come to the masjid, ya ikhwa, to stand before Allah subhanahu wa ta'ala. You are standing before Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, you must be in the best of conditions. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا رددته إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين وعبث العابثين. اللهم يا ربنا احفظ مكة والمدينة والأقصى. اللهم يا ربنا رد المسجد الأقصى إلى المسلمين، اللهم رده إلينا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا برجوعه إلينا، اللهم أقر أعيننا برجوعه إلينا في حياتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا عليك بالمحتلين الغاصبين الحاقدين،
اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذله يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذله يا رب العالمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك، أن تثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك، أن تثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا